الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر. هنكون معاكم في حفل الافتتاح، مفاجآت ونجوم ولجان تحكيم، أفلام مهمة، أفلام عالمية وأفلام عربية، أفلام مرممة، عدد كبير من النجوم من المنطقة العربية وأيضا نجوم عالمية. خلينا ندخل ونشوف الريد كاربت مخبلنا ايه، وايه المفاجآت اللي هتشوفوها معايا في الريد سي ومهرجان جديد وريد كاربت جديد. ووصلنا لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في الدورة الثالثة. السنة دي في مفاجآت كتير، مشاركات، أفلام مهمة، نجوم بتتكرم، نجوم للريد كاربت معزومة، يعني هتشوفوا وجبة ساخنة كالعادة في مهرجان البحر الأحمر. تابعونا وحفل الافتتاح الدورة الثالثة. سعيدة جدا 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 ان النهاردة معانا محمد الصغير ومصطفى الصغير والتيم كله بتاع الصغير موجودين معانا سبونسر، وهم اللي بيعملوا لنا الميك اب والشعر في مهرجان البحر الأحمر في جدة، ودي حاجة مهمة جدا بنتشرف بيها وبنسعد بيها. وسعيدة بيك يا مصطفى، وسعيدة باهتمامك بكل الريد كاربت والمهرجانات ان انت تكون متواجد. متشرفين فيها. لا والله انا اللي مبسوط جدا. اول حاجة بتفائل بحضرتك جدا، والله بحس ان احنا بنعمل حاجة صح، ومبسوط ان احنا هنا، حاسس ان في حاجة مشرفانا، واتمنى ان ابويا كان يبقى موجود، كان هينبسط جدا ان احنا هنا في السعوديه بنعمل المهرجان دي، كانت هتبقى حاجه تبسطه قوي يعني. اكيد محمد الصغير من اوائل الناس اللي جه المملكه، ومن اوائل الناس اللي كان بيعمل افراح هنا في المملكه، وكان دايما بيطلب الاسم، وكنت باجي المملكه كان اول واحد بقابله مع العروسه بكون محمد الصغير، فروحه موجوده. واجمل حاجه عايزين نفرج الناس الكادو اللي انت يعني مقدمه اسعدتنا بيه. انبسطت جدا لما لقيته داخل عليا وجايب جايب ليلى الكادو الجميل ده وعليه صوره محمد. شوفوا قد ايه جميل ولذيذ، وده كلامه، وده كلامه اهو، امضاؤه معانا. فدايما الغائب الحاضر محمد الصغير في كل المهرجانات، ويعني طبعا من هنا هينزل على الجونه مجهود كبير. ان شاء الله مجهود كبير وعلى التيم وكده، وان شاء الله يوم 14 نبقى في المهرجان الجونه، واحنا مهتمين قوي بالاثنين. وهنا كمان بالنسبه لنا دفعه جامده جدا، وعايزين نشوف الفنانين والفنانين العالميين وحبايبنا حضرتك وكل الفنانين الحلوين دول، عايزين نعمل لهم حاجه تشرفهم. اكيد انتوا بتشرفوا اي مكان، واسم محمد الصغير في اي مكان بيشرف. حتى لسه جايه من شرم، هم اللي عملوا لي كمان مهرجان شرم الشيخ يعني. لا احنا بنحب دايما نبقى في المهرجانات زي ما حضرتك قلتي، علشان اسم مصر دي اول حاجه، واسم محمد الصغير يبقى في كل يعني المهرجانات والفعاليات الفنيه الجامده باذن الله. بيبقى بالنسبه لك انت شايف ان ده بيعمل اضافه بعد الاسم الكبير اللي اتعمل، وبعد محمد الصغير موجود في كل حته يعني. انا ما كنت من 10 سنين لما رحت مهرجان قطر كان برضو محلاته موجوده، كانت في دبي، مهرجانات دبي من 15 سنه كان برضو محمد الصغير هو اللي موجود معنا في المهرجانات. فشايف بعد كل النجاح ده لسه محتاج، ولا انت بتحاول تكمل مسيرة والدك انه كان بيحب انه يبقى اسمه في المهرجانات مش كدعاية لصالون محمد صغير، ولكن لان ده محمد اتعود على كده واحنا اتعودنا على كده؟ صح. لا هو طبعا اول حاجة نفسي اقدر اكمل يعني مسيرته بشكل كويس وبنجاح. هو كان دايما يقول انا احب افضل لغاية اخر وقت في عمري المع الاسم، فاحنا بالمهرجانات وبالشغل ده بنحاول نلمع الاسم ونفضل موجودين في كل حته في الدنيا، مش بس عشان الصالونات، بس عموما علشان تواجد الاسم، يعني ان احنا نبقى براند مصري
في الدول العربية والعالمية؟ أكيد صنع في مصر ومصر في المملكة في جدة، اسم محمد الصغير، ودايما يقولوا اللي خلف ما ماتش، وفعلا محمد الصغير خلف يعني أحسن واحد يحمل الراية ويكمل مسيرته. بشكرك وبشكركم على اللوك الجميل، مها صبري ونجلاء عملوا لي شغل جامد النهاردة، فيا رب يكون اللوك عجبكم. زي ما انتم شايفين في المكان ده هنا في ريتز كارلتون بيبدأ المهرجان من هنا، كل الفنانين هنا بيجوا بيعملوا ميك اب وشعر، في بعض منهم بيعمل في الأوض وفي البعض بيحب ينزل يعمل هنا في الصالون نفسه. بشكرك وهنكون معك على الريتز كارلتون دايما، والف الف مبروك لينا. والله النهاردة يعني طبعا المهرجانات بنسعد بيها بيكي يا نونيا، لأن معروف عنك حبك للمهرجانات واهتمامك بالأفلام، من أوائل الناس اللي كانت بتروح كان مهتمية أنها تشوف وتنزل الصبح وتحضر كل الأفلام، وهنا البحر الأحمر بينقلك كان اللي الفترة اللي فاتت ما قدرتيش تروحيها. طبعا بنشوف أفلام أجنبية ومن كل البلاد، وده بيتيح للواحد فرص إن يشوف العالم كله، السينما كلها اتجاهها ايه وبتفكر في ايه. يعني اكيد مهرجان البحر الاحمر انت حضرتي اكتر من دوره، وشايفه المهرجان من اول دوره واحنا شايفينه بدا كبير فعلا، شايفه يندهوا علينا. خلاص قربوا، شايفه ازاي السنه دي يعني من البدايه لسه احنا في اول يوم، وشيء مبشر، النظام حلو يعني او شوفي بيندهوا علينا. أيوه. عشان الساعه بقت 8 لسه في بلبلة لسه ما دخلتش، ولسه في اكتر من حد، وليلى علوي، في ناس كتير لسه على الريد كارب، فما تقلقيش، ده هم بيعملوا كده ربع ساعه ويبداوا يعني. زيك زي صاحبنا عنده فيلم في المهرجان، والله هنتفرج عليه ان شاء الله، وبكره عندنا فيلم مصري ان شاء الله هنشوفه. ايوه شماريخ باذن الله. كلمه منك لجمهور السعوديه اللي موجود النهارده. أنا مبسوطة إن أنا فوزتكم في المهرجان اللي بنحبه، ودي تالت دورة ليا، وإن شاء الله بتمنى التوفيق للمهرجان السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله هسيبك بقى، ده النداء الأخير للبلبة، النداء الأخير للبلبة. ليه في ناس عايشة كده؟ يعني ليه أنت كده؟ ده عادي كده. هو إحنا رايحين فين؟ عمال إحنا واقف كده في حتة صور. أيوه في جوه محتاجة في البيت 10 ونص اخر. سعيدة جدا ان النهاردة معايا نجمة مصر الاولى اللي منورة مهرجان البحر الاحمر ومتألقة، بقول لها من كل قلبي الف مبروك تكريمك، ويعني المهرجان بيتوج بوجود فنانة ليها تاريخ طويل مشرف زي نبيلة عبيد. ربنا يخليك يا فوس، الحمد لله، ده كلام بيسعدني انا جدا جدا، وما تصويش مدى السعادة، لا مش السعادة بقى الانبساط يعني. مبسوطة قوي قوي، لان عارفة مشوار طويل، وبعدين جاي بتتكرمي مع مهرجان كبير، بالرغم انه يعني بقاله 3 سنين، لكن اثبت انه كبير واثبت انه عالمي، ده معناه يعني الاعتراف بمجهودي والاعتراف بمسيرتي الطويله والاعتراف بالمجهود اللي عملته، فالحمد لله. تاريخك يا بلبل مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، لان كل فيلم من افلام نبيل عبيد مدرسه للاجيال، يتعلموا المجهود في الاختيار، المجهود في الاحترام، المجهود في القصة، المجهود في التمثيل. يعني نبيلة عبيد صنعت مدرسة خاصة بيها. الحمد لله، والله دي كلمة حلوة يا بوس اللي قلتيها، حكاية المدرسة الخاصة دي، لأن أنا سعيت وتعبت وجهدت وكفحت عشان أبقى للجملة اللي انت قلتيها دلوقتي كده، فأنا مبسوطة جدا بالكلام اللي بتقوليه. وأنا سعيدة جدا بوجودك، هسيبك تحضري، ولكن ليا لقاء طويل معاكي عن تكريمك وعن مشوارك، وبشكر المهرجان إن خلى بلبلة تبقى متواجدة معانا النهاردة، لأن خطوتك بقت عزيزة يا بلبلة. ربنا يخليك، منورة، وعايزينك علشان اللي حاضر. أوكي منورة.
وصفصف يا جماعه عامله قلق النهارده مش معقول. اولا عايزه ابارك لك على النجاح الكبير اللي حققتيه في الرياض من خلال المسرحيه هي صوابع زينب ولا بنات زينب؟ لا هي صوابع زينب. صوابع زينب. صوابع زينب اللي قلبت الدنيا. ويمكن انت من القلائل ان التلفزيون في السعوديه اتكلم عن ان الخمس ايام عرض كانوا ارشكم ليه الحمد لله، وعوده هلا صدقي للمسرح بعد 15 سنه تقريبا واكتر كمان. كان اخر حاجه مع المرحوم محمود عبد العزيز 7/2/7 وبعدين انقطعت عن المسرح خالص للأسف. بس أعتقد النجاح ده خليكي أنك تقعدي بقى على خشبة المسرح ما تنزليش. يا ريت يعني. يا ريت إن شاء الله. شفتي العرض إزاي وشفتي جمهور المملكة وتقديره للفن المصري؟ لا جمال جدا، وهو على فكرة مش جمهور سعودي فقط اللي حضر. يعني أنا كان بيطلع لي ناس يسلموا عليا من الجمهور من تونس ومن مغرب ومن مصر من كل الوطن العربي. يعني هي مش معمولة بس للجمهور السعودي، لأنه في هيئة الترفيه ناس كتيرة بتيجي من كل ناحية من كل بلاد العالم العربي يعني. فالحقيقة كان لقاء للوطن العربي جميل. فالحمد لله الجمهور عايز يضحك والجمهور عايز يسمع ومبسوط إنه مسرحية هدفة لها هدف وبنضحك في نفس الوقت مش مجرد سكتشات يعني. أكيد أكيد. كمان من المسرح للسينما وفيلم كوميدي يعني في النهايات بتصوريه دلوقتي، وعودة أيضا للسينما بعد نجاحك في الدراما وصفصف والتلفزيون، نجاح جديد في السينما الحمد لله. كتف قانوني، كتف فيلم مختلف لطيف جدا، وبنحاول بكل الوسائل ان احنا نقدم حاجه مختلفه، وان شاء الله في افلام كتيره جايه بوسي ان شاء الله. المهرجان النهارده ودي ثالث سنه بتحضري مهرجان البحر الاحمر، واتمنى السنه الجايه تكوني في فيلم بقى بتشاركي فيه. بتشوفي المهرجان ده ازاي واهميته؟ مهرجان مهم جدا وبيكبر بسرعة، والسنة دي غير السنة اللي فاتت غير اللي قبلها. أي ملتقى فني بيقدم وبيعرض أفلام من العالم كله دي حاجة مهمة لينا. الناس فاكرة المهرجانات إن إحنا لابسين فساتين وماشيين وبنتصور، دي افتتاح مجرد، لكن جوه المهرجان في قصة تاني خالص يمكن بتبقى غايبة عن الجمهور. أكيد هسيبك تستمتعي النهارده في فيلم سعودي وفيلم مهم جدا. يعني أكيد. الكتاب هو عن رواية والرواية دي حققت نجاح ومبيعات كبيرة جدا في السعودية، فعملوها فيلم، فبيرجع برضو هنا السينما للأعمال الروائية وال مهم نشوفه ان شاء الله. والشياكه بقى هاني البحيري. هاني البحيري طبعا، والفردان اكيد، محمد الصغير حبيب قلبي. محمد طبعا اللي منور هنا طبعا. يعني عندك صناعه مصريه محمد الصغير وهاني. لازم بصمات. هسيبك تسعدي وتشوفي النجوم العالميه زمايلك هنا جوه. اوكي مستنيين بيسالوا عليك. جون ترافولتا هنا. جون ترافولتا ما جاش. وعليكم السلام. المشروع عن الساعة 2، لكن هذا مو أوردر. لا تقولها شكلها جاتك في ذيك الحالة. على 2 يا عم البني آدم مساوي. وطبعا يعني الشقاوه كلها على الريد كاربت بنشوفها مع شيرين رضا. السنه اللي فاتت كانت موجوده في ترميم فيلم والده، والسنه دي جايه تحضر حفل الافتتاح، واكيد طبعا في اعمال واخداكي مش هتكملي بقيه المهرجان. للاسف مسافره بكره، عندي تصوير. يعني احنا طبعا عارفين رمضان قرب وكله بيبدا. لا 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 ده عمل اوف سيزون، فانا ماليش دعوه برمضان، بس احنا هنعرض يوم 15 ديسمبر. فعشان كده على الهوا يعني. للاسف. حرصك على التواجد في مهرجان البحر الاحمر ويعني الكوكبه الكبيره من النجوم والافلام والمكرمين النهارده،
مبسوطة ان انا هنا، مبسوطة بالمهرجان قوي، لانه كل ما يبقى عندنا مهرجانات اكتر في الدول العربية كل ما نقدر نرتقي بيهم ونوصل ان احنا نبقى زي اللي دايما بنتكلم عليهم، كان وفينيس دول من احسن المهرجانات اللي في العالم واحنا مش اقل منهم. فانا احب ان انا اجي علشان ادعم المهرجان، علشان وكلنا نيجي عشان ندعم المهرجان، عشان نقدر يبقى عندنا سينما نتكلم بيها بلسان الناس. وده طبعا شيء جميل، لان يعني يمكن كان الفتره في فتره كده النجوم شويه بعدت عن المهرجانات، ولكن من بعد عوده مهرجان الجونه وشايفه مهرجان البحر الاحمر بداوا الجيل الشباب وجيلكم يدعموا المهرجانات مره ثانيه. لازم 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 ندعم المهرجانات. احنا كممثلين كل ما نقف ورا مهرجان بنديله ظهر، فعلشان كده أنا بعمل ده، بحاول أعمل ده على قد ما أقدر. وأنا بحييكي على ده، لأن أنا أحياناً كتير بروح مهرجانات ما بلاقيش فيها نجوم، بعض أقول للنجوم دي مهرجاناتكم وإنتوا اللي لازم تحملوا الراية وإنتوا اللي لازم تكملوا المسيرة بالمهرجان، إنتوا بتوصلوا للعالم كله. بحييكي على الجمال، وتقولي لنا اللوك ده مين بقى؟ اسمه إسلام، هو ديزاينر جديد هاوي، يعني صنع في مصر. صنع في مصر طبعا. هو عمل لي الفستان ده هديه، بعته لي بس صغره شويه. حسيتي شويه مرهقه شويه يعني حساسين من التصوير، بس انت زي القمر. لا هو كان عامل واسع، انا ما حسيتش. زي القمر. وبنحيي اسلام والصناعه المصريه كلها، وبحييكي. هسيبك تستمتعي مع زمايلك. ميرسي ليكي. شكرا. ليش الناس سمت الإبل سفينة الصحراء؟ البلس تفرق أنواع كثيرة، ألوانة مختلفة، مشكلة ألوانة، أحبها كثير. إذا حزن ممكن تحزن عليها. من الترب تجي عليها الحجاج. صعب أنك تخزلها في كلام، صعب أنك تخزلها في أي شيء. هو كائن عظيم، هذا أعلى مستوى كنا نفكر فيه. يعني أنا الفترة دي عايشة ومستمتعة بالمسلسل، ودخلة جوه المسلسل وفرحانة وطاقة إيجابية فظيعة، لأنه بيتعرض بقى في MBC كان، ولسه خلصان أول امبارح، ولسه مقابلة المنتج وقال لي إن الجزء التاني بيتصور. فرحانة جدا. أيوة بنصور الجزء التاني، وإن شاء الله يا رب يبقى أحلى من الأولاني كمان. قد إيه في طاقة، وقد إيه في يعني أنا إيه لما سمعت عنه قلت هشوف فيلم عالم عيال عيال، لكن أنتوا واخدينه بطريقة تانية وبشكل تاني ومشاكل تانية، وفي حيوية وفي روح كده بتديكي أمل بحاجات كتير حلوة. بحييكي بجد. يا فوس يا رب. أنا عارفة إنك بتصور اليومين دول. ده حقيقي. هتحضري الافتتاح وتجري بقى ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله. مهرجان البحر الاحمر واهميته واهتمامك بالحضور برغم ان عندك شغل. بصي انا دي تاني مره اجي، ولسه كنت بقول ان كل مره باجي بلاقي الموضوع احلى من المره اللي قبلها، وكل حاجة التنظيم بيبقى أحلى وتطور، بجد حاجة الواحد يفتخر بيها. فأنا حريصة فعلا إن أنا أحضر، وحلحق أشوف يعني لو لحقت أشوف أفلام. هعمل قاعدة يوم ولا يومين؟ النهاردة وبكرة؟ إن شاء الله. يبقى هتلحقي بكرة عشان مريح عمرو سلامة، النهاردة الفيلم السعودي في الافتتاح، ففيلمين مهمين برضه. أيوة. هتلحقي. مبسوطة وسعيدة السنة الجاية أشوفك بعرض بتشاركي في فيلم هنا إن شاء الله. وبحييكي على نجاحك الدائم يا حبيبتي. كنت قلقانة عليكي بس الحمد لله، عايزين نطمن الجمهور عليكي منورة ومتألقة. الحمد لله الحمد لله. كان يعني حاجة خفيفة وعدت. الحمد لله. لا لا كانت حاجة خفيفة الحمد لله، ويعني ما أعرفش إيه اللي خلاني أصلا نزلتها، بس قلقت الناس وأهلي قلقوا كده، بس الحمد لله. إرهاق شغل؟ شوية. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، وسعداء بوجودك معانا، والتواجد النهاردة كمشاركة كضيف شرف مهرجان البحر الأحمر، ويمكن دي مش أول مرة تشاركتي. مش أول مرة خالص، ويعني الحمد لله إن الواحد قدر إن هو يعرف يجي ويبقى موجود ويحضر، لأنه في أفلام كتير عايزة أتفرج عليها. أكيد. يعني الميزة في مهرجان البحر الأحمر إن بيجيب كل الأفلام عرض أول بعد مهرجان كان، وكمان في أفلام مرشحة للأوسكار. مظبوط. حددتي الأفلام اللي أنت عايزة تشوفيها ولا لسه هتشوفي الجدول؟ لا لسه بنشوف الجدول، إحنا لسه واصلين، بس
في فيلم قالوا لي زي ديكومنتري عاملاه هند صبري ومع أستاذة مخرجة اسمها كوثر، عايزة اتفرج عليه. ده من الحاجات المهمة. بكرة كمان في فيلم شماريخ أول يوم بقى عمرو سلامة، مظبوط، أسر ياسين، فيلم مصري. وكمان في أفلام تم ترميمها، أفلام قديمة ممكن يستهويكي تشوفيها بعد عفريت ميراتي. أكيد أيوة، بحب الأفلام القديمة جدا. أنا معرفش اللي هم عملوا مرممين فيلمين، فيلم الفريد الأطرش وأسمهان، وفيلم عفريت بيروت. نتفرج اكيد. هسيبك يا حبيبتي تستمتعي بالدوره ديت، ودايما متالقه مين بقى؟ انا معايا الستايلست ندى حسام، الديزاينر الفستان جاد، مش عايزه اتلخبط في السكن نيم، الجوليري ايرام، وندى حسام هي عملت كل نسقت كل الستايل زي القمر، ومتالقه وحمد. اهم حاجه ان احنا شفناكي كويسة، وحمد لله على سلامتك حبيبتي. تسلمي لي على طول، حلوة دايما حبيبي. شكرا. يعني طبعا النهاردة زي ما شفنا الفنانين العالميين قد إيه كانوا مشرفين جدا على المسرح بتكريماتهم وحضورهم والشكل الجميل اللي طلعوا بيه. أيضا نجومنا المصريين كانوا سفراء لمصر، وكان يعني ظهور أمينة خليل على خشبة المسرح للجنة تحكيم اللجنة للمسابقة الرسمية، ده كان شيء مشرف جدا، وبعتبره نوع من أنواع التكريم تستهليه، وبقول لك ألف مبروك. كنت سفيرة مصر. الله يبارك فيكي. شكرا. سعيدنا بيكي وانبسطت جدا بالتواجد ده، وأيضا سعيدة أن بكرة بتفتتحي بالفيلم المصري شماريخ مع عمرو سلامة، وده طبعا بعيدا عن اللجنة بتاعتك. ملهاش دعوة باللجنة عشان أكيد هتبقى شهادتي مشروخة. لا، أنا فخورة جدا أن أنا هنا السنة دي في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر كعضو لجنة التحكيم. دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، فخورة قوي، ممتنة جدا ان هم اختاروني. يا رب بقى عند حسن ظنهم ان شاء الله. طبعا الاعضاء التانيين اللي في اللجنة يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، ان انا يبقى معايا مخرج مهم زي المخرج باز ليرمان. دي حاجة انا بتفرج على افلامه من وانا صغيرة، يعني من جريت جاتسبي وروميو اند جولييت ومولان روج وكل الافلام دي انا كبرت بتفرج عليها. فحاجة حاسة ان هي فرصة كبيرة قوي بالنسبة لي. طبعاً. ان انا يعني انا بحس ان دي بتبقى دراسة جديدة أو استمتاع جديد، ونوع من أنواع الوهج الفني للفنان. الحمد لله. الحمد لله، أنا فخورة قوي إن أنا هنا، وحاجة مشرفة بالنسبة لي بجد. يعني أحياناً الفنان لما بيبقى طالع مهرجان وعنده فيلم بيبقى سعيد وفرحان فرحة كبيرة جداً إنه بيشارك في مهرجان مهم، في لجان تحكيم مهمة، نجوم عالمية وعربية، وبتبقى بالنسبة له الدورة دي من أهم الدورات. لما يجي لك اتنين في واحد، لجنة التحكيم مع طبعاً النجوم العالمية الكبيرة، وأيضاً فيلم مصري مهم جداً، فأعتقد أنت السنة دي يعني بتنافسي نفسك في الحتتين. الحمد لله. يعني فيلم شماريخ احنا بدأنا نشتغل عليه في 2022، فبقالنا فوق السنة دلوقتي. الفيلم ده لسه يعني بيستوي، ومستنيين ان هو ينزل والناس تشوفه. ويعني انا فخورة جدا ومبسوطة جدا عمرو سلامة، طبعا استاذ آسر ياسين هو بطل الفيلم يعني معايا، فانا مبسوطة جدا بالموضوع ده وفخورة قوي، وان شاء الله بقى مستنية فعلا، متحمسة قوي ان الفيلم ده يشوف النور بقى. تحمس فين اكتر، كواليس اللجنة ولا كواليس الفيلم وانت بقى ندوة الفيلم واراء الناس بعد عرض الفيلم؟ لا، بالنسبه لي اي فيلم انا اعمله هيبقى يعني فيلمي، فطبعا هيبقى له يعني هيبقى له معزه خاصه، وعشان اللي احنا بنيناه مع بعض. بس حاجه زي اللجنه دي حاجه انا ببص لها لقدام، ان هي انا هتعلم منها ان شاء الله، وهبقى عندي فرصه ان انا اقابل ناس جديده واتكلم معاهم ونقعد نفكر مع بعض ونشوف اني فيلم عجبنا اكتر. فواحده لورا وواحده لقدام. شايفه الحاجتين دول اللي اختاروكي فيهم في مهرجان كبير زي مهرجان البحر الأحمر، إن أنت بتأكدي على إن خطواتك اللي خدتيها من أول يوم، لأن أنت واخدة برا الصندوق، أنت ماشية بخطوات مختلفة ومدرسة خاصة بيكي بعيداً عن جيلك، شايفة إنها صح، وإن كل خطوة بتاخديها بتأكد لك إن أنت ماشية الطريق صح؟
مش كل طريق بينفع لكل الناس. انا ده الطريق اللي نفعني انا. انا ما كنتش عايزه اجري النجوميه على طول من اول سنه او سنتين، انا كنت عايزه اخدها بشويش، كنت عايزه اخد خطوه خطوه بالراحه لحد ما اوصل، يعني اطلع السلم واحده واحده، وده اللي انا كان نفسي فيه، والحمد لله ده اللي انا عملته. يعني انه بالنسبه لي الموضوع ما كنتش بجري ورا شهره، انا بحب شغلي جدا وبحب التمثيل جدا وبتمتع قوي وانا بشتغل، ولحد ما بيجي لي السيناريو اللي انا حبيته وبجد عايزه اعمله مش هشتغل. يعني انا بمشي ده مبدئي. ممكن يبقى في حد تاني مش دي اولوياته، هو عايز مثلا يفضل يعمل حاجات كتيره قوي ويجرب وعايز يشتهر على طول، فكل مدرسه وكل شخص يعني. ولكن مدرستك بتقودك للنجاح، بتقودك لسكه مهمه جدا، هتقودك لمستقبل مشرف في الفن. بحييكي عليه وبحييكي على جمالك واناقتك النهارده. ميرسي قوي، شكرا. وكنتي صوره مشرفه للفن المصري على خشبه المسرح في مهرجان البحر. ميرسي جدا، بشكرك. ثانك يو. ميرسي قوي قوي، شكرا. طبعا التألق والأناقة والجمال يعني أنا من محبيها ومن عشاقها، ونزلت لها مخصوص في 5:30 استضفتها، وليها مكانة كبيرة عندنا في مصر، وسعيدة بوجودك وسعيدة دايما أن أنت معانا في المهرجانات ومهتمية بالسينما، وإن شاء الله هنشوف سينما قريب. إن شاء الله. أنا أولاً وحشتيني. أنا وحشتيني قوي. التواجد النهاردة في مهرجان البحر الأحمر مع النجوم العالمية والعربية، شايفة إزاي؟ ودي مش أول مرة. كتير مهم بصراحة، كتير مهم لإلنا نحن كبلدان عربية. أنا بحب المهرجانات اللي عم بتصير، إن كان بالرتيفين فيستيفال، إن كان بالجونة ولا بالقاهرة وبيروت. هيدي كلها مهرجانات مهمة. أول شيء بتوصل صورة بلداننا وبتوصل طموحاتنا وبتدعم مواهبنا، وهيدي كثير اساسيه، لانه ما بشوف نحن من القدرات عن الغرب، ولكن نحن بحاجه فقط الى الدعم لا شيء اخر. اكيد اثبتتي وجودك من خلال المسلسلات في المنطقه العربيه، وحققتي نجاح باكثر من عمل، ورسختي مكانتك التلفزيونيه. امتى وانا عارفه في ذكاء وعارفه في عشق للفن، ان بيبقى في خطه بقى للسينما، هتبدا امتى؟ والله أنا صراحة صار لي سنتين عم فكر بالموضوع بين عن جد، يعني مش أنا عم فكر هيك، عم فكر بالفكرة يلي بتستاهل إنها تكون بالمهرجانات، لأنه أنا بيجيني عروض سينما ولكن ما كتير بتحمس على الأفلام التجارية أو الخفيفة واللي هي مجرد أفلام. أنا بفضل الأفلام اللي في من وراها عمق، في من وراها رسالة، في من وراها ما بعرف، يمكن تكون based on a true story، ممكن تكون documentary، ممكن تكون تحكي شيء عم بيصير حوالينا. أنا بحب هيدا النوعية من الأفلام يلي أكتر هي مهرجانية من ما أنه هي تكون بس على شباك التذاكر. وده شيء جميل منك، لأن الكل بيجري ورا الأفلام اللي بتجيب إيرادات وما بيبقوش مهتمين ولكن بالتفاصيل. اللي بيحبوا الفن هم اللي بيدوروا على التفاصيل. صح. والأفلام اللي تعيش يبقى عندك سي في حلو. هو ده. يعني أنا اليوم بفكر بالمسلسلات اللي عملتها، بلاقي أنه كل مسلسلاتي كانت حلوة الحمد لله، وكان في منها قصة حلوة، مو بس قصة، الدور بحد ذاته كان في شيء عم يوصل للمشاهد، والمشاهد عم بحب يحضره ولو بعد فترة عم يرجع يعيده، معناتها هو feels related. أنا كمان بدي بالسينما نفس الشيء، مثل ما قلتي لو بعد 20 و30 سنة حنحب نرجع نحضره، مثل ما تعلقنا بالأفلام المصرية القديمة اللي بعدنا لليوم نحكي فيها وما في حدا مش حاضرها. أكيد، وده أنا بشوف الفنان اللي عايز يعيش يعمل كده النوعيه. ما يدورش على سرعه الانتشار، والحمد لله انت تعرفتي في الوطن العربي، ولكن الماده اللي بتقدميها اللي هتتحاسبي عليها. صح. قدام جمهورك ومكتبتك. صح. صح. انا يعني فهمتيني كثير منيح. لانه حضرتك على طول موجوده بين النجوم وبتعرفي كثير منيح، واهم شيء انك جاي من مصر، يعني هو بلد الفن وبلد السينما وبلد بلد النجوم الحلوين الكبار يلي مع الأسف يعني الله يرحمهم، بس بعدنا عايشين على أمجادهم ونتمثل فيهم، فأكيد فهمتيني
وانا حاسه بيكي وسعيده بيكي جدا ان انت بتفكري كده في الجيل ده او في الزمن ده، ومنتظره منك انك تعملي حاجه حلوه في السينما. اكون اول واحده معاكي برضو وابارك لك، وبقول لك احنا بنحبك جدا، منتظرينك في مصر ومنتظرين منك اعمال فنيه. شكرا شكرا ان شاء الله. متالقه. ثانك يو ثانك يو حبيبتي. شكرا كل لك ذوق حبيبتي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كلكم جروح حنتواصل معك، وصل عشان يخالد ما حتوظفوني. أستاذ جميل، جميل تفضل. يعني دايما نيكولا عامل قلق، كنا في الميركس دور وبرضو كان نفس المصمم ونفس القلق ونفس الحركات. انت بتحب بقى الحاجات دي على الريد كاربت؟ انا بحب الريد كاربت يبقى في حاجه مختلفه بصراحه. عشان ابقى صريح معاكي، ودايما لما تبقي واثقه من الديزاينر، يعني اسم زي جورج حبايه، انت عارفه ان في حد بيلبس ناس مهمين جدا عالميا ملبسك وانت حابه ده، فانا بالنسبه لي ابقى تمام وامان. بس يعني دايما المره فاتت كان من غير قميص، النهارده كان بالاستراس. يعني كل مره لازم يبقى فيها حاجه فيها قلق شويه او ترند شويه. انا بالنسبه لي بحب الحاجات دي في المهرجانات، يعني في ريد كاربت. يعني انت عارفه احنا دايما كممثلين في المسلسلات بنلبس حسب الشخصيه، ففي الاماكن دي اللي هي بتسمح ان انت تلبسي حاجات مختلفه واوت اوف ذا بوكس، بحس ان دي حاجه حلوه جدا. لا انا في مصر بتكلم من مصري. خلاص هو معايا معايا يحكي مصري، معاكي يحكي لبناني. دايما هيك. لا ابدا بلاقيها بلس. انا بحب انه بحكي مصري. احنا بنعشق لبنان، يحكي لبناني، احنا واحد كلنا يا حبيبه قلبي. ونرجع تاني واقول في حياتك الشخصيه برضو غاوي تلبس حاجات كده فيها؟ لا انا في حياتي الشخصيه اكتر حد كلاسيك هتشوفيه في حياتك دايما لابس جينز وتيشيرت اسود، يعني حتى اصحابي بيتريقوا عليا في الحوار ده. فبتطلع ده بقى هنا في المكان المناسب لي. انا ما بشغلش نفسي باللبس خالص في الحياه. مهرجان البحر الأحمر والدورة الثالثة، والمهرجان بيكبر وفي أفلام مهمة مشاركة، وفي أفلام لبنانية مهمة، وفي أفلام مصرية، أفلام عالمية، أفلام مرشحة للأوسكار، كوكبة من نجوم، طبعا نجوم عالمية موجودة طبعا. أنت شايف جدا شايف المهرجان ده وأهميته في المنطقة العربية؟ انا بحب جدا في المهرجان ده ان هو بيجمع بين اسماء جماهيريه ناجحه جدا وستارز زي ما اتفضلتي وقلتي، وفي نفس الوقت محافظ على الجانب الاكاديمي. يعني شفنا باز لورمان هنا هيدي ماستر كلاس، شفنا ممثله اسمها باز فيجا، هي ممثله اكاديميه جامده جدا اسبانيه، مش دايما بنشوفها جماهيريا، مش كوميرشال قوي. فبحب الميكس ده وبحسه انه مصدر غنى لكل حد. وبحب برضو برنامج دعم المواهب الموجود في المهرجان ده، يعني بحس دايما في الوطن العربي عندنا نقص في الحته دي. عندنا مواهب كتيره، مواهب شبابيه كتيره، بس ما عندناش دعم ليها. فبحب لما المهرجانات بتامن ده. اكيد يعني طبعا المهرجان هنا كمان بيدعم الشباب بافكارهم ان ممكن ينتجوا افلام، وفي من الدوره الاولى في افلام اتوافق عليها تتعرض منها، وهنشوفها في الدوره الثالثه. ودي حاجه لطيفه وحلوه وبتدي كريديبيليتي او مصداقيه معينه للمهرجانات. والحلق وقع. هي العين جت في الحلق. ايوه بقى قلبت قلق. قلبت مصري. انت لعب القلق. يعني طبعا انا سعيده ان انت مشارك النهارده، وهسيبك تصعد بالمهرجان. ودايما متالق عليك. وانت حضرتك دايما متالقه ودايما سعيد ان انا بعمل حوارات معاكي بجد. ميرسي فوسي. ثانك يو. ملكه الهسيه عند اربعه. لكسس مع ابوك. ما في لذة قدام الناس. لسه مكملين معاكم، وطبعا المهرجان مليء بالنجوم والريد كاربت لسه مكمل معاكم. محمد ثروت عمل عرض فظيع في الرياض الاسبوع اللي فات، هو وهلا صدقي اتكلموا عنهم في التلفزيون كامل العدد. كان عايزين يعملوا ايام تانية ولكن كله كان مرتبط بالتصوير، وده دليل على ان ليه جمهور كبير في المملكه. والله الحمد لله، ده كرم ربنا قبل كل شيء. الحاجه التانية، الجمهور السعودي اساسا بيبقى متعطش اساسا للفن المصري عموما يعني. والمسرحيه كانت جميله جدا، فيها كميه كوميديا حلوه، فيها موضوع بيتقال. استاذه هلا صدقي انا مبسوط طبعا ان انا كنت معاها في المسرحيه ديت. هي فنانه جميله جدا، ليها حضور
حلوه قوي طبعا، وكان معانا طبعا كوكبه فنيه زي ما بيقولوا الاستاذ عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، منى فضالي، بس اعتقد ده احنا كنا عدد قليل بس الحمد لله كان فينا طاقه الحمد لله. يعني طبعا من العرض ولقاء الجمهور على خشبه المسرح بشخصيه للقاء الجمهور في مهرجان البحر الاحمر، شايف المهرجان وانت دي تاني مره؟ لا انا اول مره السنه دي. مبسوط طبعا انا موجود في النسخه الثالثه من المهرجان. المهرجان كل سنه بيتطور، كل سنه في مفاجاه عن السنه اللي قبليها. السنه دي تقريبا المفاجاه اللي موجوده ويل سميث وجوني ديب معايا، بس يعني صورت مع ويل سميث؟ لا لسه والله، بس انا زعلان منه. انا عايزك تدخل عليه تعمل فيه مقلب. لا بصراحه يعني هو عمل علاء الدين وعمل العفريت، وانا عملت مسرحيه علاء الدين وعملت العفريت. انا نفسي لا وبعدين انا هنيته بالفيلم وقلت له مبروك يا ويل، شرف طبعا اللي انت هتعمل. هو بقى ما عملش ما هننيش بالعفريت، احنا هندخل عليه بس بقى ما فيش مشكله. انا راضي واحد مقلب هيعرف امتى بامانه يعني اقول له يشوف مسرحيه علاء الدين ويشوف العفريت وشوف شوف الفرق يعني بين هو ده هنزرق انا ده هنزرق. الصناعه المصريه بقى والصناعه الامريكيه واحنا مقاطعين بصراحه. انا سعيده بيك وسعيده بوجودك، وهسيبك بقى تسعد بالمهرجان وحفل الافتتاح. اتمنى لك كل النجاح. مبسوط اني كنت معاك النهارده. ميرسي. انا 20 سنه فاتح وعمر ما حد هنا اشتكى عليا. بناخد عينات من المطبخ واذا ما في مشاكل بترتب تفتح. مسكين هذا فؤاد، طلعوها برا. صاحب المطعم من يوم انا يارني دار ما كلها تعرفه، بعد كيف تجيب بثينه قدام الناس؟ نحن مش بضبي، ترى عنده عيال. مش عارفه ايه حكايه الجاكيتات اللي بتنافسنا دي انت ونيكولا، في ايه؟ هي موضه ولا ايه؟ سوري دي معموله في 90 ساعه هاند ميد بتراث المصري فرعوني، مش هتلاقيها في حته في العالم. ايوه معموله في مصر. معموله في مصر طبعا. خد لك لفه كده. فرعوني اصيل يعني بلدي. يعني طبعا بروس بيشارك في المهرجان بفيلم قصير وفيلم مهم جدا لمخرج مهم جدا، تحكي لنا بقى عن المشاركه. انا فرحان جدا، دي اول مره ليا بصراحه ان انا اكون رايح مهرجان بشارك فيلم، فانا جاي اشتغل. ده حلو. ودي حاجه غريبه عليا يعني. بس تمام، انا مبسوط جدا بصراحه. المخرج ده اسمه علي، ده مخرج عالمي انترناشونال، مش بيخرج حاجات في مصر بس، في العالم كله، واول مره يعمل فيلم، وانا فخور جدا ان هو اختارني ومبسوط قوي ان هو اختارني اصلا. اختارك بقى ازاي؟ اللقاء تم ازاي؟ هو يعني من عند ربنا صراحه. بس هو نانسي علي، هي اخته نانسي علي، هي اللي كاتبه الفيلم وهي رشحتني للدور، ورحت قابلته واقتنع الحمد لله، ما اعرفش ازاي برضو. وبدينا نحضر للفيلم واشتغلنا على الفيلم جامد قوي، هو فيلم قصير بس اشتغلنا عليه كتير جدا جدا جدا. وطبعا موجود في الفيلم برضو الرابر الجميل مروان موسى طبعا، فهو انا ومروان موسى واخراج علي، فهي يعني تجربه يعني مفاجاه للناس. وانا فرحان بيها وفخور بيها قوي، ونفسي بقى اقعد اتفرج عليها. ده انا اول مره اتفرج على الفيلم مع الناس. هو هيتعرض امتى؟ هيتعرض يوم 5. يوم 5 ان شاء الله. يعني بنتمنى ان انتوا اللي موجودين في جده يجوا يحضروا الفيلم ويشوفوه، وبتمنى لك التوفيق في اعمال رمضان كمان. في حاجه رمضان بس لسه انا في مرحله القرايه يعني دلوقتي، ولسه مخلص حاله خاصه. هو مسلسل بيتكلم عن التوحد يعني. وهتشوفوه بقى، مش عايز احرق بقى الحاجات بقى. ان شاء الله في انتظارك وفي انتظار اعمالك، ومنور المهرجان وهكون معاك يوم 5. والله انت اللي منوره والله، ومهما لبست مش عارفه نفسك. أيوة يا شيخ. ايوه البدله الحلوه دي عرفتي. شكرا. اتصورت مع ويل سميث ولا ورينا؟ بص ويل سميث سابني، هو اللي اتصور معايا سابني وقال لي معلش ويل سميث هروح اصور مع ويل اهو، وراح سايب الانترفيو طلع. ماشي. مش زيهم؟ لا بس خدها. و
وما زلنا مع لبنان ونجوم لبنان اللي بنسعد بيهم في مهرجان البحر الأحمر، والنجم عادل كرم من نجوم لبنان اللي منورنا النهاردة، وسعيدة اني بشوفك على الريد كارب. الله يخليك، انا اللي سعيد فيك. واستمتعنا بيك بفيلم في الجونة، ومفيش بقى مشاركة بأفلام السنة دي هنا في البحر الأحمر؟ والله لا، السنة جايين هيك نشارك بحضورنا و تشجيعنا. يعني احنا طبعا اول يوم ولسه في البداية والريد كاربت، بس اكيد في حاجات لفتت نظرك من اول ما جيت. للحقيقة لفتني اول شيء لانه هيدي اول سنة بشارك فيها يعني بالمهرجان، لفتني المهرجان ككل. مهرجان عالمي بيكبر القلب يعني. والله يعني انا سعيد كبير يعني. دي الدورة الثالثة ولكن معمول له يعني توضيب من اول ما بدا، ان هو يعني يبقى مش بيبدا من الصفر ويكبر من حيث انتهى الاخرين. صحيح يعني صحيح، واخد خبره كل المهرجانات. صحيح صحيح يعني، وحتى يعني ما مبين استعراض، مبين قديش القيمين على المهرجان والعاملين هذا المهرجان قديش عندهم حب لها صناعه السينما ولا لا صناعة بشكل عام. ببين الحب يعني بشكل سريع. دورته الثالثة هالقد في تقدم، مش اليوم منه موضوع انه لا تنظيمي ولا لا، مبين في حب اكيد بالحب. وهسيبك مع الحب ومع كل الضيوف تسعد بيهم، واحنا لسه قاعدين ناخد رايك في الافلام وهناخد رايك أكيد في الندوات أكيد والتكريم. منور الدنيا. الله يخليكي، مشكورك جدا. شكرا شكرا, شكرا. ما راح اصفق لك على شيء بيضيعك قبل ما يضيعنا. توقعتك بتوقف معي. صح انت للحين وراح، انت للحين وراح الكاميرا. افكاري مره وحيده. من الناس اللي اول ما طلع وقال انا ضد الغاء المهرجانات الفتره اللي فاتت، وانا كنت مؤيده وكلمته، ولأن الفن رسالة مهمة جدا ورسالة ثقافية مهمة جدا، وجهة ثقافية مهمة جدا. والنهاردة هو متواجد في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، وكان المفروض هيكرم في مهرجان القاهرة لولا التأجيل وكسرت رجله. ويعني السنة دي كده في حاجة، في نطة العفريت. لا لا، هي حاجة قطع صغير بس، ما مش كسر. لا مش كسر يعني. ده من ايه، لعبت ماتش كورة ولا لا؟ كنت راكب العجلة في الزمالك وخبطني نص نقل. وانت بتحب بقى تركب عجل وتنزل؟ ما هي دي الرياضة الوحيدة اللي روح يعملها. دي اللي غويها انت. الف الف مليون سلامة. يعني ناس كتير عرضتك وكانت ضد ان انت بتقول ان المهرجانات ما تتلغيش، ولكن انا كنت من الناس المؤيدة لان دي وجهة ثقافية. المهرجان ده مش حاجة عيب، وزي ما احنا اعلاميين بنقف على الريد كاربت ونصور مضطرين لان ده شغلنا، اللي بيراسل من قلب الحرب برضو مضطر ان هو يقف ويقف تحت القصف ويعمل رسالته. فدي رسالة يعني مع الفرق الكبير يعني. لا ما اقدرش اقارن بين الاثنين. بتهيألي المراسل بيعمل شغله وانا بعمل شغلي برضه، كلنا بنعمل شغلنا. بس هل السؤال هو ببساطة شديدة ليه بعتبر البندقية اهم من الفيلم او من الكتاب او من اللوحة او من المقطوعة الموسيقية؟ كلها في الاخر شكل من اشكال المقاومة، مقاومة القبح، مقاومة الظلم، ومقاومة البؤس الوجداني. فا يعني عايزه انا وجدت سنه 48 تحيه كاريوكا منزله بوست، معرفش شفته ولا لا، بتقول لازم نعمل حفلات عشان الدخل ده نبعته لفلسطين، مش نلغي الحفلات. بالظبط كده. يعني مش موضوع دخل او مش دخل، احنا يعني اوكي طبعا كل تضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته للاحتلال، انما في حاجه احنا محتاجين للفن، محتاجين لان احنا نشوف نفسنا، نحب نفسنا عشان نعرف نقاوم. هم كمان في عز الضرب بيعملوا افلام وبيصروا على عمل افلام وبيصروا على انهم يخشوا مهرجانات ويطلعوا تعبهم من خلال رسالتهم السينمائيه. اكيد اكيد يعني كل ده واقعهم في الاخر، ودايما هيدوروا جوه الخراب ده كله، جوه
الفظاعه اللي بتحصل دي على حاجه تخليهم يقولوا عايزين نكمل نعيش. من قلق المهرجانات لقلق الاختيار النجوم من على التيك توك. وكان ليك رأي صادم برضو، ان ايه المشكلة لو الدور يليق عليه يطلع يعمل الدور؟ ما اختاروش من على التيك توك، هو عمل الكاستنج من سنة ونص في المسلسل بتاعه وجاله في مكتب كاستنج. انما مش دي النقطة خالص، النقطة هي ان انا كمخرج وكفنان لو لقيت وش هيديني حاجة، هيدي حاجة حقيقية جوه تركيبة من النجوم والممثلين والحاجات دي كلها، ليه ماخدوش؟ لازم اخد تصريح، اكيد لازم اخد تصريح. انما فكرة ان يعني عندك شباب كتير النهاردة عايز يعمل افلام بممثلين كلهم جداد، عايز يروح قرية يصور فيها حدوتة مع الناس بتوع القرية دي، هل ده يتمنع؟ لا، ياخد تصريح بس. متهيألي يعني مش فاهم الخناقة أقدر أفهمها في إطار واحد بس، إن في بطالة بتعم كل المجال، صح، بتعم الممثلين، بتعم المخرجين، بتعم المساعدين، كل اللي المهنة كلها، الصناعة المهنة كلها بتمر بأزمة. بس مش هلبسها الاختيار ممثل قال كلمة أو كومبارس أو تيك توكاوي قال كلمة في مسلسل مليان ناس، يعني مش هو الأزمة. إحنا في النهاية بنحافظ على المهنة وبنحافظ على الفنانين إن يكون ليهم مكانتهم ووضعهم ورسالتهم، وإن ما يبقاش فيه تعدي على صناع المهنة. أكيد. يعني ده أكيد، وأكيد أنت واحد من الناس اللي بتحافظ على مهنتك يعني. أنا عايز أحيي نقيب السينمائيين ونقيب الممثلين ورئيس اتحاد النقابات الفنيه، لا المخرج، بالجرأة في انهم يناقشوا يوصلوا القرارات ويراجعوا نفسهم ويشوفوا ايه في مصلحه الصناعه دي. تحيه كبيره ليهم. اكيد هسيبك تنبسط وهعرف رايك بقى، لسه قدامنا ايام حلوه. انت بس ضيف شرف ولا مشارك؟ ضيف شرف. واحلى ضيف شرف. الله يخليك. اهلا. ان شاء الله مولاي العم يقوم يزعلوا مني هلا. طيب تعرف كثير منيح انه ما كان بدي اياهم عنه. ايه بكره بتشوفي كيف رح تطلع قصه براسي. قديش صار لنا محبوسين هون؟ اختنقت. يلا قربنا نخلص. طيب يلا انا طالع. تمارا؟ انت اشتقتي لها الماما؟ سعيدة جدا النهاردة ان انا مع نجم من نجوم الوطن العربي وبالاخص نجم من نجوم الخليج اللي طاش ومطاش وحقق نجاح كبير جدا في المنطقة العربية، والناس مش ممكن هيطلع اعمال كتير وهيتعمل مسلسلات كتير، لكن طاش مطاش هو النجاح في الوقت الصعب مش النجاح في الوقت الانفتاح. فأكيد انتوا حفرتوا في الصخر وأكيد مشواركوا كان صعب، عشان كده تستحق التكريم. شكرا شكرا جزيلا وشكرا على هذه الكلمات الرائعة. ومثل ما تفضلتي، نعم احنا تعبنا خلال 35 سنة اللي مضت، ما كان في أشياء مهيئة، لا كاستينج، لا لوكيشنات، لا أماكن. الأماكن هي أماكننا، والعناصر الثانوية هم أبناءنا ولا من أقاربنا، لكن الحمد لله وفقنا والآن كل شيء مهيئ، فهذا يحملنا مسؤولية كبيرة لأن نقدم الأفضل والأجمل. أنتوا كنتوا الجيل الصعب اللي حفر وأسس، ودلوقتي الجيل الجديد بيتقدم له الفن على طبق من ذهب. نصيحتك ليهم ايه النهاردة وانت بتتكرم وبتتوج على رحلة تعب وكفاح وما زال العطاء مستمر؟ طبعا هي نصيحة، لكن هذا هو الواقع اللي هو دائما في مثل يقولك أكل العنب حبة حبة. الفن والدراما بحاجة إلى الصبر، إلى أن يتمكن الفنان من الإلمام بأدواته كاملة،
كيف الوقوف، كيف الحركة، كيف التعامل، كيف الكاميرا، كيف كذا كذا، يحتاج إلى وقت. إضافة يبحث عن الإبداع، عن النص الجيد، ويبعد عن الإسفاف والتهريج. يجب عليهم البعد عن الكوميديا، مو معنى لا يؤدي كوميديا، أدي كوميديا الموقف، الكوميديا المكتوبة، إبداعك أنت، لكن اللي قاعد يصير إنه الغالبية تتجه إلى الخط الكوميدي أو الجانب الكوميدي بطريقة غير جميلة حقيقة. فيها إسفاف شوي. الإسفاف كثير مش شوية، يعني اللي أنا لاحظته، لكن دائما التراجيدي مع الكوميديا الموقف في إبداع، وبالذات هذا يعتمد على النص، على الورق بالأصح. أكيد. النهاردة تتويج ليك في بلدك، كنت وانت بتبدأ مشوارك الفني في عز الضغوط، وإن ما فيش الحرية، إن هيجي يوم تبقى في مهرجان في المملكة وبتتوج وبتكرم على أرض المملكة، يعني كان في خيالك ذلك؟ هو تقريبا حلم موجود، ولكن تحقق. أكيد في أي بلد عربي صحيح. أنت اتكرمت كتير، ولكن جوه المملكة ده كان حلم. أنا وأنا جاية بقول ده كان من حلم مش موجود، إن أنا هبقى على ريد كاربت في المملكة. صحيح، لكن هذا الحمد لله بفضل من الله والقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان. احنا متوجهين بإذن الله، وأنا أقول إن القادم مذهل بإذن الله. أكيد القادم في ظل الانفتاح والإمكانيات الكبيرة. ممكن أحلامك عايز تحققها بإيه في الظل ده؟ يعني أنتوا عملتوا في ظل الظروف الصعبة، أنت قدامك الأرض دلوقتي كلها ورود ومسهل كل الإمكانيات ليها، فأكيد في أحلام محتاجة الحاجات دي كلها. نعم، أولاً هي مش في ظل الانفتاح، نقدر نقول في ظل الرؤية الرائعة، هذا تعقيباً على كلامك. لكن الآن أعطيني نصاً ومنتج جريء تجدين عمل في إبداع بإذن الله. أكيد إن شاء الله بتمنى لك النجاح الفترة الجاية. ألف مبروك تكريمك، يشرفني النهاردة أن أنا حاورتك وشفتك، لأن أنا من معجبينك. شكرا. Please, oh, I got emotional already, والله. Please put your hands together لأبو تركي عبد الله السدحان. النهاردة مشتاقين جدا ان احنا نشوف الفيلم السعودي في الافتتاح، ومن ابطال الفيلم نايف اللي موجود معانا، وهوجن قصة مثيرة للجن والانس والجن.
هنعيش فيها. وبحييك وبقول لك ألف مبروك، وسعداء إن المهرجان بيبدأ بفيلم سعودي، لأن دي أهمية المهرجان ودوره في الإنتاج ومساعدة السينما وشباب السعودية. يعني الحمد لله إحنا متوفقين في الموضوع هذا. ماشي. إحنا الحمد لله توفقنا في الموضوع هذا، خصوصاً إذا ما تعرف أستاذ بوسي إنه فيلم حوجن أو رواية حوجن هي معمولة أصلاً في مدينة جدة، هي أحداثها بتدور في مدينة جدة، فكون إنه هي تتعمل أخيراً يعني بعد محاولات مرة كثير ومجهود مرة كثير انها تتعمل وتتعرض في انترناشنال فيلم فيستيفال حاصل في جده، مشاعر ملخبطه بس الحمد لله حلو. اكيد يعني طبعا اول مره هتشوفه ولا شفت نسخه؟ لا لا ما شفتش وما بحبش اشوف اصلا. هتشوفه مع الجمهور النهارده زي زيهم يعني. بالظبط. الانس والجن عندما يجتمعان يطلعوا احيانا في فيلمنا بقصه لطيفه جدا، فيها رومانس، فيها فانتازيا، فيها شوي ضحك. أكيد يعني ممكن يكون في شبه ما بين الإنس والجن لعادل إمام ولا بعيد كل البعد؟ يعني لا هو يعتبر بعيد كل البعد، بيلعب في حتة الفانتسي طبعا. بس طبعا شكرا أنك أنت يعني ربطت اسمنا عشان الناس برضو طبعاً. أيوة علشان الناس ما تروحش على الحتة دي. وأنا بحييكوا على أن أنتوا جايبين رواية وعاملين فيلم، لأن الأفلام اللي عايشة معظمها بتكون أفلام عن قصص وروايات، وخصوصاً الرواية دي اتباعت أكتر من نسخة منها وحققت نجاح كبير. ده حقيقة حتى على صعيد الوطن العربي في ناس قروها من الجزائر إلين ما توصل الأردن مصر، يعني أماكن مرة كثير. أنا بحييك وهنشوف الفيلم وبكرة هسجل معاكو أكتر بعد عرض الفيلم. إن شاء الله والله الله الله يستر من أسئلتك. لا إن شاء الله إن شاء الله نجاح باهي. إحنا نقدر نشوفهم بس هم ما يقدروا يشوفونا. كل ما لهم بيقربوا أكتر. واو بعتنا صار مسكون بالإنس. نصيحة، ابعد عن الإنس وبناتهم. في أحد؟ كل مرة بنتقابل في نفس المكان ده، المكان ده بيجمعنا، وسعيدة بيكي والمنتج العظيم اللي منورنا النهاردة، سعيدة بالأعمال الحلوة اللي بتعملوها سواء معاها أو سواء لنجوم تانية. بحس كده ان بتعمل انت برا الصندوق وحاجات مختلفة. Thank you. شكراً. أنا كتير منبسط بس شوفي حبيبة قلبي، بحب طاقتك، بحب حضورك، بحب دايماً هيك بس نعمل انترفيو سوا. نحن مبسوطين إنه موجودين هون، وميرسي ميرسي كتير لإلك على كل كلمة. يعني طبعاً تألقك الفترة اللي فات وسنة عن سنة بشوف اهتمامك واختيارك لمواضيع مهمة واختيارك لأعمال بتاخدك درجة لأعلى. إمتى بقى هنشوف أفلام بتشارك في مهرجان البحر الأحمر ليها من إنتاج؟ قريباً إن شاء الله. هلأ نحن أوردي عملنا كم فيلم أوردي حينزلوا سنة الجاي، فإن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله نطمح نكون بإذن الله على الريد كاربت هون عملنا إن شاء الله. مشتاقة للسينما، إنك تعملي أعمال سينمائية، وخصوصاً إنك بتحضري المهرجانات وبشوفك دايماً تحضري كمان الأفلام، مش بتيجي بس الرضا. مشتاقة كتير أكيد. وهلأ في بلان إن شاء الله، بلشنا نفكر هيك لحتى نعمل فيلم، فأنا مبسوطة كتير من هيدي الخطوة، حتى لو بعدها فكرة ما تبلورت بس أنا مبسوطة أكيد. المرة دي قاعدة قد إيه؟ وهل حضرتي رمضان ولا لسه؟ حضرنا لرمضان، قاعدة شي 4-5 أيام. بلشنا تصوير، أنا بعد ما بلشت بس زملائي بلشوا بتصوير مسلسل على عمل اسمه كتابة نادين جابر، إخراج رامي حنا، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم. مبسوطة فيه كتير، مسلسل اجتماعي وبيحكي قضايا مهمة كمان. هيدا السنة عايزين أدوار بقى، ناخد جوائز الميركس دور وناخد الأوسكار وكل الجوائز اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الشركة عندك بتقدم يعني نوعية مختلفة من المسلسلات بيكون ليها صدى سواء برا رمضان أو في رمضان. الخطة اللي جاية رمضان كم عمل؟ الخطة اللي جاية إن شاء الله حيكون عندنا 5 أعمال إن شاء الله لرمضان، اوريدي بلشنا فيهم بمصر. حيكون عندنا سيزن 2 لكامل العدد،
أنا عايزة أحييك عليه، يعني من الأعمال الجميلة جدا جدا ويستحق أن يتعمل جزء. الحمد لله. لا أنا بحيي جميع النجوم والمخرج والكتاب، وأيضا عنا أمل مع ماجي ونجومنا، أيضا عنا مع ملكة الخليج سيدة هدى حسين، مع نجوم كبار نور غندور، سحر حسين، أيضا عنا عمل بالخليج مع شجون هاجري، وإن شاء الله خير يا رب. أكيد إن شاء الله، عايزينكم دايما ثنائي ناجح في الحياة إن شاء الله، والإشاعات اللي بتطلع دايما تنفوها بالتواجد مع بعض. كل أعوذ بربي الفلق. يبقى لازم النقي يشتغل، أمال إيه أهو مع بعض، عشان بس الإشاعات المنتشرة أهم جايين زي القمر، وهم كمان مش بس في الحياة مع بعض ولكن في العمل كمان بيعملوا حاجة جديدة مع بعض، فربنا يديم عليهم دايما الحب. فخورين فيكم، بنحبك كتير، الله يعطيك. أنا بحبكم جدا وسعيدة بوجودكم، سعيدة اني شايفاكم دايما. Thank you so much. استمتعوا بالمرة. Thank you so much. مثال، how was your vacation? Yes, yes. Smile. شوف صار مشترك. مش فيك يا بتال؟ أحسك مو مرتاح. لا بالعكس والله مرتاح، ما في شيء. أنا أحب أدخل الدخلات الجريئة دي. فين شارلي شابلي؟ شابلي موجود؟ موجود، موجود على مسرح المفاجأة. أنا سمعت إن في حاجة فيه جديدة. لا لا شابلي لسه. بالمناسبة شابلي من أجمل الأعمال طبعاً اللي أنا شفتها في آخر كام سنة، ومن أقوى الأعمال، ومن الأعمال اللي فيها رسائل كتيرة جداً. وأنا سئلت أكتر من مرة، يعني من الناس شافوا شابلن، أنت إزاي يعني تعاملت مع هذا العمل؟ فقلت لهم هذا العمل تم إجازته لأنه عمل ذكي جداً، وهو نموذج إزاي تقدر كمنتج أو كفنان أو كمبدع أو كصانع أعمال أنك تطرح رسائل بتاعتك بشكل ذكي جداً، يكون مفيد ومهم. الناس ساعات بتزعل مني لانه هما طول الوقت عايزين يقدموا رسائل مباشره جدا جدا، لكن الفن مش رسائل مباشره. انا بشكره على هذا العمل لانه عمل مهم. انا اللي بشكرك، وانت عارف انا واقفه مع العمل ده بعد كلام دكتور خالد دوت، يعني وسمع ان انت بتعمل عمل جديد ان شاء الله. لا لسه مسرح، لا تشارلي شغاله لسه، لا وبنعرض كده. لا بيتكلم على المسرح. لا وفي السينما عمل وش الوش من اجمل من اجمل من اجمل شماريخ. شماريخ ان شاء الله بكره ان شاء الله. فيلم هيعجبك جدا اكيد، نوعيه جميله جدا، فيلم موافق عليه، مش مضايقهم في حاجه. لا انا اتبسطت، ما بيضايقهم انا ما بيضايقش حد. انا ما بيضايقش حد. رايه الفني اهم من رايه الرقابي بالمناسبه. احنا بنقعد نتكلم بالساعات في الراي الفني مش الرقابي. اكيد الرقابي بتاخد في 5 دقايق وبنقعد بقى نتناقش مناقشات مطوله. لا شماريخ هيبقى موجود معانا بكره، فيلم اكشن رومانسي، قصة حب جميلة جدا، وحيبقى معنا بعد كده كمان يومين أنف وثلاث عيون لأمير رمسيس. وفي الفيلمين اللي ترمموا ده اللي أنا منتظره. الفيلمين اللي ترمموا طبعا. ومعنا على فكرة بالمناسبة هقولك على حاجة، إنه موجود معنا هنا السابق ليك، يعني الفيلم بتاع انتصار الشباب بيترمم، ولكن الأمير فيصل الأطرش اللي هو يعني ابن أخو فريد الأطرش موجود، وحيكون معنا في تمرين حفل التحبيس إن شاء الله. نشوف مفاجآت حلوة في انتظار أعمالك الحلوة. سي جدا يا بابا. هسيبكم للحوار الجانبي، بس أنا أحب إيه أعرف بتقولوا إيه. منورين المهرجان. شكرا. لف يا زلطف لك شعري. كذبين ماما. دايما بشوفها في الحفلات والافراح والصوت الجميل والغنى، لكن النهارده بقى على الريد كاربت وفي المهرجان، فده دليل على ان كده ايه بتزقزقي انك تمثلي، وشكلك كده راحه للتمثيل وعايزه تعملي سينما. هو مبدئيا انا اليوم هغني، جاي اقدم وصله افتتاح المهرجان. وما تعرفين يمكن في يوم من الايام ادخل مجال التمثيل.
واي نات. عندك الكاريزما وعندك خفة الدم، أنا بعرفك على المستوى الشخصي وبشوف قد إيه أنت فيكي الحتة القبول، مش بس على المسرح وأنت بتغني لكن مع Thank you يا حبيبتي. داليا طبعاً عايزاك تقولي النهاردة إيه اللي هتقدميه، الأغنية اللي هتقدميها؟ لا اليوم أنا عندي وصلة غنائية اللي هي افتتاح المهرجان تقريباً نص ساعة، فيها إيطالي أسباني فرنسي إنجليش وعربي مجموعة من الأغاني حقتي. إن شاء الله هنسعد بيكي ونشوفك على خشبة المسرح دلوقتي وزي القمر ودايماً متألقة. ميرسي يا حبيبتي. بنت السعودية الجميلة صوت الجميل. شكراً لك حبيبتي. كل ما أحس نفسي مش مستريح باخد القرار وأقطع العلاقة. لأي دماغك توديك العلاقات ما ينفعش إنها تكمل. يعني لو إحنا الاتنين حاسين بنفس الحاجة يصح إننا نبعد؟ أنا اتأكدت إن قصتنا مش هتفضل كده. ساعتها عرفت إن قرار استسلامي ليها كان غلطة. الحاجات اللي بتميز أي مهرجان ويتقال على المهرجان ده مهم، مهرجان ده كبير، الأفلام اللي بيتم عرضها في المهرجان، لأن طبعاً الفيلم هو المهم والفيلم هو اللي بيجمعنا في المهرجان. أنطوان خليفة بيعرف إزاي يخطف الأفلام العالمية والأفلام العرض بتاعها بيكون بعد كان على طول عندهم، يعني أول حد بيشوفه بيكون في المنطقة العربية بيكون في مهرجان البحر الأحمر. بحييك على اختيارك، بحييك على كم الأفلام المهمة والأفلام المرشحة للأوسكار والأفلام العربية اللي بتشارك والأفلام السعودية اللي انتجت وبتقدم واللي كان المهرجان اللي تدور فيها انها تنتج من خلال تشجيع شباب يعملوا افلام هتتعرض في الدورة الثالثة، افلام اترممت، فكل ما له علاقة بالافلام فهو ملك وتتويج لأنطوان. انا سعيد اول شيء باستقبالك، شكرا مدام بوسي، وسعيد إنه هكذا نظرتي إلى المهرجان، يعني هو مهرجان صغير إذا ممكن نقول هذه الدورة الثالثة، إنما نحن نحاول قد ما فينا إنه نجمع مواهب من السعودية طبعاً بس أيضاً من العالم العربي، إن من خلال دعم التمويل الأفلام، إن من خلال اختيار أفلام تم عرضها في المحافل الكبيرة بالمهرجانات الكبيرة زي كانو فينيس وتورونتو وتعرض للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر. فسعيد بالحيوية اللي عم بتشاهدها المملكة، وسعيد بكمية المخرجين بكمية الأفلام يلي عم بيكونوا معنا وعم بيتواجدوا معنا في المهرجان. مجهود كبير ان انت تقدر في ظل وجود مهرجانات عربية ولسه براكش خالص، وبيبقى في مهرجان القاهرة وبيبقى في كمان مهرجان الجونة، انك تقدر تقنع المنتج العالمي ان في المهرجان يكون العرض بتاع بعد كان موجود في مهرجان البحر. صحيح، هيدا يمكن لسه الدورة الثالثة، يا هيدا احد المقاييس. هلا نحن اللي بنعمله انه بنبتدي بدري، يعني علاقة الثقة هي علاقة جدا مهمة. انا لا اختار فيلم فقط لانه تم عرضه فسان في مهرجان كان، انا بكون عم بتواصل قبل مع المنتج، يعني نحن بنخلص بهذا الشهر شهر على الافلام اللي بتنتج لسه. نحن نتواصل مع المنتجين خلال فتره الانتاج، لا ننتظر. بتصور هذه العلاقه هي اللي بتسمح لنا انه الناس توثق فينا والناس تعطينا افلامها لتعرض ونسلط الضوء عليها بشكل مميز. 20 سنه بروح مهرجان كان أنطوان خليفه، في كل قاعات الأفلام بيحضر عاشق للسينما وعاشق للأفلام. هل تواجدك في كان هو كان ليه دور إن تقدر تحس بالفيلم الكويس من بداية إنتاجه قبل ما يعرض في كان، وإن أنت بتقدر تستشعر إن الفيلم ده هيكون مهم هتحتاجه في شاشات مهرجان البحر الأحمر؟ لا شك إني أنا أخذت خبرة بتصور عبر السنين من تواجدي بكان والعمل بمهرجان كان لمدة طويلة ورؤية الأفلام ومشاهدة الأفلام.
لا شك هالشيء صحيح اللي حضرتك عم بتقولي، بس دائما واحد بيسال حاله دائما اسئله، انا دائما بسال حالي ودائما بسال اذا كان هذا الاختيار صحيح او لا. انا شخص ما بعرف، بحب دائما اسال نفسي اسئله يعني، ودائما عندي شك بالاول، وبحب دائما اوقات رده فعل الجمهور اللي هي تعطيني مصداقيه لشغلي. ف يعني طبعا المهرجان جماله بيزيد وبيتوج من خلال التكريمات، من خلال الريد كاربت، ولكن انا عارفه ان انت تخصصك هو الفيلم، لان هو ده المحور الاساسي اللي بيدور حواليه المهرجان. هل بيبقى لك تدخلات في بعض الاراء او الحاجات اللي تساعد وتدعم الفيلم خلال ريد كاربت؟ الفيلم ده مهم، محتاج ريد كاربت كبير، فيلم لا ده يتعرض في مول، حاجات صحيح 100%. نحن في لجنة اختيار أنا بشرف عليها، وأنا من اللي بيختاروا، واللي عم بتقوليه جدا مهم وجدا صحيح. لما نحن بنختار أفلام أوقات بيكون في جدل كبير مع منتجي الفيلم، إنه نحن حابين هذا الفيلم يكون جالا، فبقولوا لك لا نحن عايزينه بغير سكشن أو عايزينه بالمسابقة الرسمية. أنا بقولهم ما ينفع، ده نحن عايزينه جالا ولازم تقتنعوا معنا بالموضوع، لأنه يمكن هذا هو المكان المناسب. هذا جدل دائما منعاني منه ودائما منشتكي منه، بس نحن عنا قناعاتنا بالأول والأخير. يمكن هذه القناعات مبنية على الخبرة اللي أنا اكتسبتها، وصحيح هذا صحيح. اختيارك لفيلم سعودي وفيلم مأخوذ عن قصة، وده شيء مهم جدا ان احنا نعود مرة اخرى. تعرف السينما المصرية كان من اهم افلامها الافلام اللي متاخدة من رواية، فالفيلم بيبدأ بشيء مهم، رواية كسرت الدنيا في السعودية تحولت لفيلم، فيلم سعودي بيعرض في الافتتاح في وسط العالم ده كله، ده كان برضو ليك دخل فيه ولا لازم الدولة المستضيفة هي تبدأ بعرض فيلم ليها؟ سؤال، وهذا سؤال غير محرج، سؤال مباشر مدام بوسي. نحن عندنا في المهرجان حرية تامة حقيقة، نحن المبرمجين حنا حرية تامة في اختيار الأفلام اللي نحن تناسب. أكيد نحن بناخذ بعين الاعتبار القيم، قيم البلد يلي نحن عم نشتغل فيه. هذا كان قرار افتتاح بفيلم سعودي، هو قرار من المبرمجين مش قرار دولة أبدا. ولما اجتمعنا وشفنا أول نسخة من هوجن، هو هوجن جن، إنما جن طيب، والقصة هي قصة حب جدا إذا ممكن نقول ساذجة ورائعة، أغرمنا بالممثلين وبهذه القصة، فإلا نحن نفتتح بفيلم رومانتيك، فيلم رومانسي، لما لا؟ لا كان صحيحة كان اختيار من المبرمجين، لم يفرض علينا أبداً من الدولة. يعني أنا طبعاً سعيدة وسعيدة أن أنا بشوف الفيلم ومجهود معمول وشباب عاشق للفن. يعني بشكرك على المجهود الكبير اللي انت عامله، هتابع الأفلام كلها وهكون معك كمان في الأفلام المرممة، لأن دي من الحاجات اللي بتسعدني جداً أن أنا أشوف الأفلام الأبيض والأسود. وتعملين احتفالية الفريد الأطرش، نحن رممنا فيلمين السنة وسعيدين بهالشي، اشتغلنا مع مدينة الأعلام ومع ART يلي سمحوا لنا أنه نرمم انتصار الشباب. كان الترميم جدا جدا صعب لأنه الفيلم تنلاقي النيجاتيف كان، بس إنما العمل مذهل ومبسوطين أنه نعرضه، وفيلم عفريت ميراتي. إنما ممكن أضيف شيء تسمحي لي؟ أنا سنة جدا جدا كمان سعيد لأني عندي فيلمين مصريين رائعين وحيعرضوا بالجالة، هو شماريخ لعمر سلامة، عندنا أربعة أيوة، وعندنا فيلم أنف ثلاث عيون كمان يلي مأخوذ من رواية أحسان عبد القدوس، ذكرت الفيلم لأمير رمسيس كمان مع ظافر حبيدين. أنا جدا سعيد بتواجد هذا الفيلم، وفي فيلم الحفزي وأحمد ألا في الفيلم هجان يلي كان دخلنا اشتغلنا عن الأفلام السعودية. هذا فيلم إنتاج مشترك بين السعودية ومصر، محمد حفزي أنتجه وأخرجه أبو بكر شوقي مع مواهب من مصر ومع مواهب كتير من السعودية. هذا إنتاج مشترك مثمر
وجميل، فأنا جدا سعيد في التواجد المصري أيضا. أنت عارفة ونادين لبكي أعتقد ده برضو حاجة في جزء مصري متصور في جزء مصري، في جزء مصري كبير. وحشتيني فيلم وحشتيني مع نادين لبكي ومع منحة متصور في اسكندرية منحة البتراوي أيوة، وفي بمصر مصور بمصر. فما شاء الله في عودة جميلة يعني للسينما المصرية بقوة هنا. هي دائما كانت موجودة من الأول يا مدام فوسي وانت عارفة، يعني عندنا الإنتاج خف شوية، فما كانش في حتى في مهرجاناتنا ان احنا بنلاقي أفلام، بس الحمد لله الفترة اللي فاتت الانفتاح اللي حصل وعدد السينمات اللي كتر والشاشات اللي محتاجة المهرجانات اللي بدأت تزيد في المنطقة خلت ان يبقى في انتاج. انا سعيد بالافلام الموجودة معنا، سعيد بالمخرجين اللي حيتواجدوا معنا من مصر، هذا سعادة لنا، وموجود بكل الفنانين اللي شرفونا ونورونا اليوم. انت عارفة قديش انا قريب منهم، يعني شهدتي مجروحة. أنا عارفة أنت غالي علينا وفي قلوبنا، وتعرف غلاوتك عند كل المصريين والفنانين المصريين. شكراً لك، مشكورك جداً، ومرسي على الدعوة الكريمة، ومرسي على المهرجان المشرف للمنطقة العربية. شكراً لك مدام بوسي، شكراً لكم.